مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم رجعنا لكم بشغلة جديدة وإشي جديد اللي هي الآبات. كتير عم بسافر وناس كتير تسألني شو الآبز اللي بتستخدمها لما تسافر. طبعا كل دولة إلها special request وكل دولة إلها آبز بتختلف. في آبز بتشتغل في دولة وفي دولة ثانية ما بتشتغل. مثال بسيط، المابس. المابس ممكن تشتغل، يعني أنا صراحة رح أحمل فيديو عن المابس، بس في مثلا بتشاينا بدك تستخدم المابس تبعت تشاينا، مثلا بايدو مابس. في فلسطين مثلا الماب تبع جوجل ما كان يشتغل، فلازم تنزل برنامج الوازا. anyway، اليوم رح نحكي عن برنامج رائع بستخدمه تقريبا في كل سفراتي اللي هو جوجل تريبس. هذا البرنامج الحلو فيه انك ممكن، هو اوتوماتيك، اول ما توصلك الكونفرميشن تبعت الايرلاينز بوكينج على الايميل اوتوماتيك بخدها من الايميل وبحطها بعمل لك تريبس. هاي التريب الجاي اللي ضايل عندي، في تريبس السابقه ممكن تشوفها. اول ما بتدخل قبل ما تسافر ممكن تنزل المدن اللي رايحها اوف لاين، وهاي شغله كويسه. نزلت انا هون مدينتين، مثلا فانكوفر لوس انجلوس، راح اشوف ملبورن مثلا very fast، بنزل لك كل شيء عن هاي المدينه. خلينا ندخل على هون، اذا بدك تعمل ريموفال، سوري، بتدخل على البيكتشرز هون بدخلك فوق زي ما انتم شايفين كل المدن اللي انت رايحها خلال هذا التريب. اكيد لازم تنزلوهم اوفلاين عشان ما تستخدموا داتا وانتم مسافرين. اول اب عندكم ريزرفيشن، هون بنزل لك كل اشي، التيكتس تبعك، الفنادق اللي حاجزها انت، كل اشي جاك على الايميل. هاي بحكي لنا انه وصلت او عمل داونلود لملبورن. بنزل لك الايميلز اللي فيها ريزرفيشن للفنادق، اي اشي عامل فيه ريزرفيشن بروح بودي لك اياه غاد. سيفت بليسز، هذا راح ينزل لما تشوف الثينكس تو دو. ثينكس تو دو هون الشغلات اللي ممكن تسويها في هذه المدينه اللي هي مثلا فانكوفر الان بنحكي، ستانلي بارك مثلا ماست فيزيت بليس، فروح بروح شو بسوي انا عليه، بحطه في فيفوريت اور وونتس تو جو. عاده في وونتس تو جو بيصير عندك بالأماكن اللي انت حافظها، مثلا جرانفيل آيلاند ما بدي أروحها، اغنور ات. غاز تاون مثلا هون فور يو، هو بشوف شو الشغلات اللي انت دائما بتحبها، لوكال فيفوريتس، الشغلات اللي موجودة. الحلو فيها بس تدخل عليه على مثلا هذا الأولد هاستينجز ميل ستون ميوزيوم، بعطيك شوية عنه، بعطيك الدايركشن ويب سايت تبعه، الأوفلاين ماب تبعته وين موجود بالضبط، فهذا بيساعدك كتير. الأدرس كل هذه موجودة. الآن لو رحنا على سيفت بليسز، شايف أنا حفظت ستانلي بارك، الآن طلعت لي ستانلي بارك في سيفت بليسز فور ماي فيفوريت، فعشان ما ريح أغلب حالي بكون أنا قبل السفر عارف الأماكن بدي أروحها بعملها بالسيفت بليس. داي بلانز، هذا رائع جدا، هذا بعطيك سجيشن داي بلانز ليوم واحد، الأماكن القريبة من بعض ممكن تخلصها بيوم او يومين او whatever. اوكي، هون معطيك مثلا 3 days plans، اول اشي اليوم الاول اماكن تروحها، اليوم الثاني اماكن تروحها، قديش بعيد عن بعض. مثلا ندخل على day 2، معطيك الاماكن زي ما انتم شايفين هون، اول اشي البارك الاول هذا اللي موجود في رقم واحد. اذا بتشوفوا اختلاق الماب، تلاحظوا على الماب الان عم بورج راح وداك على المكان الثالث. اذا بدك تدخل على المكان الثالث، هاي دكتور سونيانسن كلاسيكال تشاينيز جاردن، بعطيك كل معلومات عنه، بتقدر تحفظه برضه في الفيفوريت. فبعطيك الدي بلان اللي هي معظمها بتكون ووكينج تورز، فهي هذا فري ووكينج تورز، ديسكاونت في هاي المدينه، الشغلات اللي موجوده ممكن تاخذها وذ ديسكاونت. ديسكاونت صراحة ما استخدمتها كتير. food and drinks is very good place especially للأماكن اللي بدك تأكل فيها local foods. top stories عن مطاعم إلها speciality. هاي الأماكن ممكن تروحها.
getting around هون كيف تمشي في المدينة. مثلا في عندهم مترو، ما في عندهم مترو، ترينز، تاكسيز. صراحة أنا قليل ما بستخدمها، لأن معظم استخدامي يا بكون للوكال ترانسبورتيشن زي المترو والباصز أو لأوبر. need to know هون الشغلات المهمة عن هذه المدينة. هاي بتلاقيها في كتير أماكن، شوبينجز، أحيانا بقول لك how to bargain، الكرنسي بحكي لك هون على الكنيديان ماني، إذا ما بتعرف الشغلات هاي يعني أشياء بسيطة. most hotels include Wi-Fi's مثلا، هاي الشغلات اللي بحكي لك يا. لوس أنجلوس مثلا نفس الإشي، رح تلاقي الشغلات. very good very good app، وأتوقع إنه كل واحد بسافر لازم ينزل هذا الأب. إن شاء الله تكون كل سفراتكم أمان وراحة وتستمتعوا، وإن شاء الله نشوفكم عن قريب.